السلام عليكم ورحمة الله تعالى، أهلا وسهلا بحضراتكم في حدثين أمنيين حدث أحدهما في الشمال في النقطة صفر من التوغل البري اللي حصل يوم 22 من أكتوبر من عام 2023، يعني بعد 10 أيام 12 يوم من النهاردة يبقى بقالنا سنة في بيتلا. حصل حدث أمني كبير جدا جدا، إسرائيل رفضت تعلن عنه عشان عيد الغفران. في حدث أمني تاني كبير جدا حصل في معبر كرم أبو سالم، عند معبر كرم أبو سالم من الناحية اللي دخلها الجيش الإسرائيلي في شهر مايو اللي فات ورفع العلم وقال لك انتصرنا، حصل لهم حدث أمني كبير جدا جدا بتتكلم عنه صحيفة يديعوت أحرنوت، لكن ما قالوش عن الأعداد اللي حصل ليها، أعداد قد إيه من الجنود والضباط، علشان هم النهاردة عندهم حاجة اسمها عيد الغفران. كل سنة والسيسي طيب ومحمد بن سلمان وابن شالوم في الإمارات بكل صحة وسعادة، عيدهم النهاردة فمش حابين يعلنوا عن هذه الأرقام. خليني أبدأ لحضراتكم من الخبر المهم شوية اللي هو اللي حصل عند معبر كرم أبو سالم، الحدث الأمني اللي حصل هناك. الصورة اللي أمام حضراتكم الآن هي صورة تقريبية لعربية من طراز اسمها سوبارو. العربية القديمة دي يا جماعة إصدار ثمانينيات القرن الماضي، بقالها 40 سنة 35 سنة ماشية على الأرض. العربية دي كان بيركبها، دي صورة تقريبية للعربية، دي صورة تقريبية للعربية اللي حصل لها الموضوع الأمني يعني. العربية دي كان بيركبها ثلاثة من أفراد ضباط وحدة الكوماندوز، وحدة الكوماندوز فخر الجيش الإسرائيلي في العمليات الخاصة. كان بيركبها ثلاثة. كان قدام العربية دي بمسافة شاحنة أخرى، دي صورة تقريبية للشاحنة، ليست الشاحنة لكنها صورة تقريبية لها. الشاحنة دي كان بيركبها تسع أفراد من وحدة الكوماندوز، يبقى عندنا 12، ثلاثة في العربية السوبارو اللي قلنا لحضراتكم عليها الملاك القديم، وتسعة في الشاحنة. الشاحنه والعربيه السوبارو تم رصدهم، معرفه المكان بتاعهم، متجهين منين، طالعين من عند معبر كرم ابو سالم. فاتعمل لهم تكتيك كده عسكري بحسب ما بتقول صحيفه يديعوت احرنوت، وتم ايقاعهم او حدث امني معاهم ومناوشات عسكريه والكلام ده كله، ادت الى ان الشاحنه باللي جواها الشلاحات. العربيه السوبارو بقى كان الناس هيوصلوا ليها، يعني الناس اللي في القطاع كان هيوصلوا لها هي كمان. طب ايه اللي حصل؟ تدخل سلاح الجو الاسرائيلي من ناحيه معبر كرم ابو سالم وبداوا بدخول قوي جدا جدا علشان يخرجوا العربيه الملاكي اللي فيها ثلاثه، لان دول كان هيكون بحسب ما بتقول صحيفه يديعوت احرنوت كان هيكون المصير بتاعهم زي مصير اللي حصل يوم 7 اكتوبر من سنه. ده اللي بيقوله الاعلام الاسرائيلي يديعوت احرنوت، مش كلام العبد الفقير الى الله تعالى. طيب هم كانوا داخلين ازاي؟ في روايتين، روايه بتقول ان التسعه اللي كانوا جوه الشاحنه كان لابسين ملابس سيدات، وبيقول لك وروايه ثانيه بتقول لك لا كان لابسين ملابس الناس العاديه المدنيه اللي موجودين في القطاع. سواء ده او ده، الاقرار الرسمي المبدئي من الاعلام الاسرائيلي من صحيفه يديعوت احرنوت ان هذه القوه وقعت، يعني ركبة الشلاحات. ده كان الكمين الأول، تسع أفراد، التلاتة صدقا فروا، لازموا الفرار. الجري مش نص الجدعنة في الموضوع ده، الجري هو كل الجدعنة، تمام؟ الحدث بقى اللي حصل في بيت لاهية، بيت لاهية ده لو حضرتك فتحت الخريطة زي الصورة اللي أمام حضرتك دي، تمام؟ بيت لاهية هو النقطة اللي أمامك ده، هو اللي ظاهر أمام حضرتك. بيت لاهية ده إسرائيل دخلته يوم 22 أكتوبر في أول التوغل البري، سلام عليكم، دخلنا بيت لاهية. النهاردة يعني بعد مرور سنة إلا 12 يوم حصل هناك تكتيك عسكري لناقلة جند مدرعة. حضرتك أكيد عارف ومتابع، وقلنا مش لازم نعيد إن في عملية عسكرية كبرى بتحصل في الشمال لتطبيق خطة الجنرالات. هذه العملية عايزين يسيطروا على مخيم جباليا، القلب النابض في الشمال، تمام؟ طيب مخيم جباليا ده عبارة عن كانتونات يا جماعه، يعني المباني لاصقه في بعضها لاصقه في بعضها لاصقه في بعضها، ففكره الدخول مشاه والكلام ده امر صعب جدا، فهيوقع منهم ناس كتير جدا، فالمهم ان هم مش عارفين يسيطروا من الاخر يعني. فحصل في بيت لاهيه من الناحيه الشماليه تكتيك عسكري لناقله جند كان جواها 14 جندي. القناه 12 الاسرائيليه قالت ان هناك حدث امني في بيت لاهيه وصعب للغايه. طيب التفاصيل قال لك مش هنعلن عنها علشان احنا النهارده عندنا عيد الغفران، فعشان كده كل سنه والسيسي طيب ومحمد بن زايد وابن سلمان طيبين، عيد بتاعهم يا جماعه، يبقى بارك كلهم. اذا حدثين امنيين، واحد عند معبر كرم ابو سالم والثاني عند بيت لاهيه. في الوسط بقى في النص كده ايه اللي بيحصل؟ محور نات سريم، طبعا الهاون كان كتير جدا، في عندك دبابتين ميركافا، في تخوم الناحيه الشرقيه لمخيم جباليا،
هذه هي الاحداث اليوم بتاعت النهارده، بتاعت النهارده لغايه امتى؟ لغايه تسجيل موعد تسجيل هذا الفيديو العصر. يعني اللي بعد كده احداث اخرى، تمام؟ واللي حصل امبارح احداث اخرى خالص خالص. يعني اللي حصل امبارح بتاع السريه اللي هي كانت 12 آلية، منها عربيات الجيب، منها المدرعات، منها الدبابات المركافه، منها الجرافات. طبعا السريه دي بالكامل حتى الان الجيش الاسرائيلي القوي جدا اللي تقدر تحترم قوته في الطيران لم يعلن حتى هذه اللحظه عن السريه دي حصل لها ايه، الا ان الاعلام الاسرائيلي بيقول لك ان السريه الوضع صعب جدا جدا، هم من امبارح لغايه النهارده وعندهم عيد الغفران. السيسي كل سنه هو طيب. في خبر مهم جدا عايز اوريه لحضراتكم اللي امامك ده. قال لك قررنا نقل ساحه القطاع الى انها ساحه حرب سنويه. حققت اهدافك؟ السؤال يا جماعه، بص، ما حدش يقدر ينكر ان نتنياهو او الجيش الاسرائيلي في البنى التحتيه بالنسبه للقطاع رجعها للعصر الحجري، اوعى تنكر ده. لكن الحجر بيبنى. طب بالنسبه للناس ال 42,000، انت برضو احسب عنده كام؟ كتير جدا جدا جدا. طيب الفرق ما بين ده وبين ده قد ايه؟ 10,000 12,000. 10,000 12,000 حد اقصى الفرق ما بين ده وده، الا انه 10,000 12,000 من الناحيه دي وانا بحدثك في امر مدني، و10,000 12,000 من الناحيه دي وانا بحدثك في عسكر، في عساكر، في جنود، تمام؟ لكن على الناحيه العسكريه السياسيه والميدانيه، نتنياهو كان له بعض الاهداف. تحييد القوه، وده ما حصلش باعتراف السي ان ان الامريكيه، القوه ازدادت 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 ازدادت، والدليل سيبك من كلامي لربما احنا بنتعاطف، الدليل انه بيعمل عمليه عسكريه في الشمال مره اخرى. طب بيعملها ليه؟ بقوه فرقه، اي من 10 ل 15% من قوه الجيش الاسرائيلي. ليه بيعملها بهذه القوه؟ يبقى معنى كده ان القوه اللي في الشمال بتاعه اللي في القطاع تعاظمت، ده رقم واحد. رقم اتنين، عشان عايز يطبق خطه الجنرالات اللي ستبوء بالفشل زي غيرها من الخطط اللي عملها، تمام؟ طيب ليه عايز يحولها لسنويه؟ نتنياهو يا جماعه من الاخر هو لابس في الحيط، وعرف واقر من قاده الجيش ان مش هيقدر يعمل في القطاع اكتر ما عمله. علشان كده الخبر الثاني اللي ظهر امام حضراتكم، بدا بعض الجنود 130، ده الرقم المعترف به من الاعلام الاسرائيلي، طالبين نتنياهو انه يوقع وبشكل عاجل على اتفاقيه تضمن عوده الناس اللي اتخذوا يوم 7 اكتوبر، وده حقهم. تقدرش تنكر ده. ليه بقى؟ لان انا بكلمك في ناس بقالها سنه هم اللي في ارض الواقع، ده كلامهم اصدق من نتنياهو 200 مره، يعني كلام الجنود والضباط بتوع الجيش الاسرائيلي اللي موجودين داخل القطاع اصدق من نتنياهو 3 مليار مره، لان دول على ارض، دول ماسكين الامر بايديهم، شايفين نفسهم مش عارفين يعملوا اي حاجه، هو مش عارف يحقق اي نتيجه. يعني لما يكون عمليه التوغل اللي بتحصل في مخيم جباليا من 4 ايام يخسر له فيها في حدود 120 جندي لغايه النهارده، علشان ايه؟ مفيش حاجه، عشان نتنياهو يفضل في الحكم ويائير ابنه يكون في فلوريدا اللي هي الان فيها اعصار ميلتون والكلام ده كله. فالمقصد يعني في مجموعه كبيره جدا من الجنود بدات بتطالب ان احنا مش هنؤدي الخدمه بتاعتنا ما لم نصل الى اتفاق. طيب على الناحيه الاخرى، من ناحيه لبنان، من ناحيه لبنان اكيد حضراتكم شفتوا رقعه العمليه العسكريه توسعت شويه حتى من لبنان، يعني حتى لبنان الرشاقات بدات تروح اماكن ابعد داخل اراضينا، صح؟ داخل اراضينا العربيه بدات تروح اماكن ابعد في المستوطنات، وده اللي بيرصده الاعلام الاسرائيلي ذاته. طيب السبب ايه؟ لها عده اسباب، منها ارباك الوضع الداخلي علشان خاطر الرد الاسرائيلي المفترض على ايران، فلبنان بتضغط عشان يحدث ارباك في الوضع الداخلي، ده رقم واحد. رقم اثنين هو فكرة أنت بتروح بيروت أنا بروح لك لحيفة، أنت بتروح هنا أنا بروح لك لتل أبيب، أنت بتروح هنا أنا بروح لك، يعني فكرة الموازنة ده أمر مهم. الأمر الأهم من ده إن فكرة الطيران اللي إسرائيل بتعمله ما عندهاش غير الحل ده، وإسرائيل ناجحة في الحل ده أوي أوي أوي، شئت أم أبيت، اتفقت أو اختلفت، هي ناجحة جدا جدا جدا، هذا هو الحق الذي يقال. إسرائيل ناجحة في موضوع الطيران جدا. أما على الأرض، على يعني المواجهه المباشره، فسواء من ناحيه القطاع او من ناحيه لبنان، فالنتيجه صفر، صفريه. يعني في لبنان لك ان تتخيل دخلوا 300 متر رجعوا دلوقتي 300 متر تاني والنتيجه صفر. طب والمقابل ايه؟ عشرات العشرات من الجنود ركبوا الشلاحات، تمام؟ وبرضه مش حابين يعلنوا عن اللي حصل لهم النهارده، علشان كل سنه وسيسي طيب وابن زايد وابن سلمان بسبب عيد الغفران والكلام ده كله. لكن على الجانب كده، هل اسرائيل لا تحقق اي انتصارات على الاقل في الجبهه من ناحيه لبنان؟ بتحقق انتصارات بعيدا عن الطيران والغارات والكلام ده كله اللي قلت لحضراتكم ان اسرائيل متفوقه فيه، الا ان اسرائيل دلوقتي بتستهدف، وده واضح للجميع، بتستهدف قوات اليونيفيل، قوات الامم التابعه للامم المتحده، القوات العسكريه التابعه للامم المتحده. امبارح كانت قوات ايطاليين والنهارده اندونيسيين
تم استهدافهم وبشكل مباشر، وده انما لو بيعبر عن شيء انما يعبر عن حجم التخبط وحجم الاحباط الشديد جدا جدا فعدم القدرة على تحقيق اي انجازات. دخلنا في الاسبوع الثاني تقريبا من العملية البرية في لبنان، في الجنوب من لبنان، الاسبوع الثاني بريا وليس بالطيران، الا ان النتيجة ايه؟ مفيش متر واحد استطاعوا ان يصلوا ليه. قوات اليونيفيل التابعة للامم المتحدة متمركزة في مكانها ورفض الانسحاب، فبالتالي اسرائيل اللي بتتعالى على العالم في ظل الولايات المتحدة الامريكية وفي ظل مندوب اسرائيل لدى الامم المتحدة امبارح كان بيتكلم حريات قانون مش عارف ايه شوية الكلمات المعلبة بتاعتهم، الكلام ده بيتكلم مع في الامم المتحدة وجيشه لسه مستهدف قوات الامم المتحده. ده لو بيعبر عن شيء زي ما قلنا لحضراتكم، بيعبر عن مدى الاحباط وعدم القدره لتحقيق انجاز عسكري حقيقي على ارض الواقع. لسه في اخبار عاجله خرجت من رويترز، هذه الاخبار نفيت شكلا وموضوعا. رويترز بتقول بناء على مصدر مطلع لدى الحزب ان احنا في قيادات جديده وفي حاجات جديده والكلام ده كله وتكتيك جديد وتنظيم جديد. الحزب خرج قال الكلام ده كله بلح، ما حدش مننا تواصل مع رويترز اصلا، لكن احنا بنعمل على ما يسمى بالاستنزاف، حرب الاستنزاف اللي هو برضو بيحصل فين؟ بيحصل في القطاع الان. ملخص الجمله ديت سواء اللي بيحصل في القطاع او اللي بيحصل في لبنان، خرج يتسحق بريك اللي صورته امام حضراتكم، الرجل بمنتهى الصراحه قالها جمله واضحه، قال احنا بيحصل لنا حرب استنزاف في القطاع وفي لبنان، ولا شك لدي ان نتنياهو سيقودنا الى جبهة تالتة فيها حرب استنزاف. نتنياهو كل ما يأمله فقط لغير ان يبقى على الحكم الى عام 2026 في اكتوبر 26 الانتخابات اللي جاية حتى لا يحاكم، لعله انه يحقق نصر هنا او هناك. ده ملخص العمليات العسكرية اللي حصل حتى اذان العصر من هذا اليوم. اللي جاي بقى ايه؟ ده اللي هنتابعه مع حضراتكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.